أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء. في هذه الحلقة نتناول حقيقة أسئلة مهمة من بعض المتابعين الذين يتابعون حلقاتنا وبرامجنا في علوم الميتافيزيكس. قبل أن نبدأ هذه الحلقة دعونا نصلي. أخواني وأخواتي، باستمرار نقول الصلاة معناها الانتصار العظيم، إعلان الانتصار العظيم، إعلان التحرر، إعلان الفرح العظيم، وإعلان السعادة العظيمة. نقول إخواني وأخواتي، أنت وأنت عطر الله، أنت وأنت فرح الله. الإنسان هو عطر الله، هو فرح الله، هو جمال الله. أنفاسكم هي جمال الكون كله، فنصلي من أجلكم أن الرب يزيدكم عطرا على عطر، وفرحا على فرح، وجمال على جمال. الرب يبارك أرواحكم، الرب يبارك عوائلكم، الرب يبارك أفكاركم. نصلي أن الرب يبارك كل مسيحيي العالم، الرب يبارك كل مسلمي العالم، الرب يبارك كل يهودي العالم، والرب يبارك كل علماني وملحدي العالم. المسيحي والمسلم واليهودي هو عطر الله، العلماني والملحد هو عطر الله، شعوب الأرض كلها هي عطر سمائي، عطر ذو رائحة كونية جميلة. نصلي إن الرب يبارك كل شعوبنا، يبارك حياتهم، يبارك أحوالهم، ويبارك أفكارهم. آمين. السؤال الأول إخواني وأخواتي حول الريينكارنيشن والعيش بدين جديد. يسأل صاحب هذا السؤال، يقول: هل ممكن أعيش بحياة سابقة بدين معين وبعدها بدين آخر في حياة أخرى؟ هذا هو السؤال الأول. وسؤال آخر يسأل، يقول: وماذا عن الحيوانات؟ هل الحيوانات لها الريينكارنيشن، تحدث عملية الريينكارنيشن بمعنى تعود للحياة مرة أخرى؟ والسؤال الآخر من متابع يسأل ويقول: هل الذين غادروا الأرض يستطيعون تقديم المساعدة إلى الناس الذين يعيشون على الأرض؟ هذه الأسئلة، وفي هذه الحلقة نجيب ونتحاور حول هذه الأسئلة. أولا أخواني وأخواتي، دعونا نوضح نبذة مختصرة حول الريينكارنيشن. الريينكارنيشن موضوع متأصل في فلسفات وأديان قديمة منذ عهود المصريين القدامى، والذين كانوا يؤمنون بتعدد محطات الحياة ورجوع الإنسان مرات عديدة للعيش في الأرض أو في كواكب أخرى. فلسفات وأديان قديمة منذ عهود المصريين. الهندوس وقبائل الزولو الأفريقية، الهندوس وقبائل الزولو الأفريقية لهم خط واحد في الإيمان بهذا المعتقد، معتقد الريينكارنيشن. وهذا الخط الواحد يؤمنون بتطور الكائنات الصغيرة، تبدأ من الحشرات، وشيئا فشيئا هذه الحشرات الصغيرة تنتقل بأطوار متعددة في كائنات مختلفة، وعيها يتطور متعدد، الوعي المتعدد. فتبدأ من حشرات صغيرة بوعي الحشرات الصغيرة، ثم تتطور وتصبح في وعي كائنات مختلفة، إلى أن تصل إلى وعي الكائن الإنساني. هل تلاحظون؟ بمعنى أن الإنسان سابقا كان يعيش بوعي كائن حيواني،
ثم يتطور هذا الكائن الحيواني وينتقل من كائن حيواني معين، أيضا نقصد يتطور، عندما نقول ينتقل يعني يتطور، يتطور من كائن حيواني معين إلى كائن حيواني آخر، إلى أن يصل بصفة وعي الكائن الإنساني الحالي. وبعدها يستمر الإنسان بدورة الرينكارنيشن إلى أن يتعلم دروس الحكمة والمحبة، ليصعد أي يرتقي إلى وعي الكائنات الأرقى في صفاتها وعبقريتها ومحبتها وحكمتها، كأن تكون مثلا كائنات ملائكية. هذه كما قلنا موجودة في فلسفات الهندوسية وقبائل الزولو أيضا. فالسؤال حول الرينكارنيشن والعيش بدين جديد، الجواب نعم وبكل تأكيد، ولكن هذا الجواب نعم وبكل تأكيد هناك أيضا أسباب نوضحها، هناك أسباب وعوامل تحدد نوعية دينك في المحطة المعينة. نذكر هذه الأسباب. في بعض المحطات يعتمد دينك على اختيارك، في بعض المحطات نكرر ونقول يعتمد دينك على اختيارك، أنت تختار الدين، الله لا يختار دينك، أو الله لا يجبرك أن تختار هذا الدين أو ذلك الدين. طبيعة الله محبة، الله فكره محبة، ذاته محبة، الله يراك منه، الله يراك أنت محبة أيضا. ماذا نقصد من هذا؟ نقصد أنت لك كامل الحرية أن تعتنق الدين الذي ترغب به. نقصد أيضا عندما تعيش في محطة سابقة بدين معين فهذا كان اختيارك، وعندما تعيش وتنتقل إلى محطة أخرى، أما تكون هذه المحطة الجديدة بنفس الدين أو دين آخر، فهو اختيارك أيضا. في أحيان أخرى تأتي إلى محطة جديدة وتكتسب دين المجتمع، تكتسبه من المجتمع نفسه من العائلة. بمعنى دعونا نعطي هذا المثال، تنشأ في عائلة مسيحية في حياتك السابقة، وفي الحياة الجديدة تنشأ فيها من عائلة مسلمة. الحياة السابقة تنشأ في عائلة مسيحية، وفي الحياة الجديدة تنشأ فيها من عائلة مسلمة، أو تنشأ في عائلة يهودية في محطة سابقة وتأتي بالحياة القادمة الحياة الجديدة في عائلة مسيحية. أنا فرانك أمامكم الطفلة اليهودية التي توفت في أحداث المحرقة في حوادث الحرب العالمية الثانية مع عائلتها، معروفة قصتها حول العالم، وشخصيتها الجديدة أي حياتها الجديدة باسم السيدة باربرو كارلين. باربرو كارلين تنشأ في عائلة سويدية مسيحية في الوقت الحاضر. شاهدوا حوارها في اليوتيوب، تتحدث السيدة باربرو عن تجاربها وأحاسيسها عندما كانت تعيش وهي الطفلة اليهودية آنا فرانك. أيضا أمامكم بول جوكيون، هكذا يلفظ بول جوكيون، نشأ في محطة سابقة كمسيحي يمارس فن الرسم، ولد من جديد بمحطة جديدة من أم يهودية، شخصية جديدة اسمه بيتر تيكامب. هل تلاحظون؟ فنريد أن نقول إخواني وأخواتي، يحدث الرينكارنيشن بتغير الشخصية واكتسابها دين جديد. أيضا نريد أن نقول شيء، في بعض الحالات تضطر إلى اختيار دين معين لأنك تكون في وضع اضطراري وحسب البيئة السياسية والاجتماعية والدينية، باللغة الدارجة تجبر أو تكون مجبور على أن تختار هذا الدين أو يجبروك على اختيار هذا الدين. وفي بعض الأحيان وفي محطة معينة
تختار الدين بسبب مواقف وأحداث معينة. في محطة معينة تختار الدين بسبب مواقف وأحداث معينة، مثل كأن تكون تحصل لك معجزة في حياتك بسبب دين معين، فتقوم باتباع هذا الدين بسبب هذه المعجزة. في أحيان أخرى يتوقف الرينكارنيشن نهائيا بوصولك إلى مستوى روحي معين، كأن تصبح قديس أو تصبح حكيما في العلوم الفلسفية والدينية، حيث تنتقل إلى مستويات أعلى وتنتهي حلقة أو دورة الرينكارنيشن. مثلا سقراط الفيلسوف اليوناني لا تتعدد أطوار أو محطات حياته. القديس أغسطين أيضا لا تتعدد أطوار حياته. الله أخواني وأخواتي لا ينظر إلى دينك، ما هو دينك هذا ليس من اهتمام الله. الله يراك أنت منه، أنت من روحه، سواء غيرت دينك أم لم تغيره. بالنسبة للحيوانات الرينكارنيشن، نعم الجواب نعم، ففي عالمها تحدث عملية الرينكارنيشن، في عالمها تحدث عملية الرينكارنيشن. نريد أن نقول شيء إخواني وأخواتي ونكرره باستمرار، الكون عبارة عن طاقة، الكون كله طاقة، هذه الطاقة تعبر عن نفسها بالتكرار في الانتقال. الكون كله طاقة، هذه الطاقة تعبر عن نفسها بالتكرار في الانتقال بين كل أنواع الكائنات. القطط والكلاب والتي يتقارب الإنسان معها في تربيتها والعناية بها، هذه القطط والكلاب عندما ترحل إلى البعد الرابع تنتظر أصحابها هناك. نعم، عندما ترحل إلى البعد الرابع القطط والكلاب تنتظر أصحابها هناك، أي تنتظر الكائن الإنساني الذي كان يرعاها عندما كانت تعيش معه على كوكب الأرض. والعكس صحيح أيضا، بمعنى إذا رحل الإنسان من الأرض فالقطط والكلاب تلتحق بأصحابها، عندما أيضا هذه القطط والكلاب ترحل من الأرض تلتحق بأصحابها في البعد الرابع. في أحيان أخرى ترجع القطط والكلاب مرة أخرى إلى الأرض بسبب الارتباط الوثيق بينها وبين أصحابها، ترجع بأجساد جديدة، ويقال إن قسم من هذا الرجوع يكون جزئيا. نعم يكون جزئيا، أي إن القطط والكلاب لا ترجع بروحها الكلية بل ترجع بروح جزئية، ولا أعرف حقيقة مدى صحة هذا الأمر. هناك أيضا الرجوع الشعوري الإحساسي، هذا موجود ويحدث، الرجوع الشعوري والإحساسي بدون جسد القطط والكلاب، بمعنى أنك تشعر بروح القطط والكلاب بوجودها معك في عالم الأرض، وهذا الشعور يكون شعورا قويا حقيقيا، شعور قوي، تشعر بوجودها معك في عالم الأرض بعد أن رحلت القطط والكلاب، رحلت إلى البعد الرابع، لكن ترجع، يسمى الرجوع بالرجوع الشعوري الإحساسي، فتشعر بوجودها والشعور يكون قويا وحقيقيا. السؤال الآخر، هل الذين غادروا الأرض يستطيعون تقديم المساعدة إلى الناس الذين يعيشون على الأرض؟ هذا يعتمد إخواني وأخواتي، هذا يعتمد على نوع العلاقة التي تربطك بهم، ويعتمد أيضا على درجة وعيهم هناك. بصورة عامة نقول نعم، هناك حرص شديد واهتمام شديد وصلاة من الناس الذين غادروا الأرض الذين يعيشون في البعد الرابع، هناك حرص شديد واهتمام وصلاة
من هؤلاء الناس باتجاه عوائلهم الذين يعيشون على كوكب الأرض، والذين كانت تربطهم علاقات متينة معهم عندما كانوا يعيشون سوية على كوكب الأرض، مثل علاقة محبة قوية وترابط قوي بمشاعر الحنان والاحترام. فهؤلاء الناس الذين يعيشون في البعد الرابع يأتون يهمسون في عقلك أحيانا، يهمسون في عقلك أحيانا، يقولون الهمس الروحي، يقولون لك بأن هذا العمل غير صحيح، أو تتجه بهذا الاتجاه، أو تتجه بذلك الاتجاه. يأتون بالأحلام أيضا، بالأحلام تلتقي بهم ويوضحون لك أمور معينة. إنهم أخواني وأخواتي حريصون علينا جدا، وهم يعيشون في البعد الرابع. نكرر ونقول إنهم حريصون علينا جدا، وهم يعيشون في البعد الرابع. وفي ختام هذه المحاضرة أقول، أريد أن أختم هذه المحاضرة، أريد أن أقول إن الكون الذي نعيش فيه إخواني وأخواتي ليس فيه نهاية إلى شيء، الشيء لا ينتهي، الأشياء لا تنتهي، وليس فيه اختفاء، الأشياء لا تختفي ولا تنتهي. كلنا نعيش نشعر ونحس ونفكر بعضنا بالبعض الآخر، سواء نعيش بالبعد الثالث أو بالبعد الرابع أو بالبعد السادس أو بالبعد المليون. كلنا نعيش نشعر ونحس ونفكر بعضنا بالبعض الآخر، والأهم أيضا، الأهم من هذا، نحن نلتقي ونعيش باستمرار سوية، نلتقي ونعيش وباستمرار سوية، سواء بالجسد أو بالروح، هذا لا يهم، العيش بالجسد أو بالروح هذا لا يهم، هذه فقط مسميات. الحقيقة إننا كلنا موجودين، نعيش أبديين أزليين بدون بداية وبدون نهاية. نشكركم إخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذه الحلقة، نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم، ونراكم في الحلقات القادمة.